السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. موضوع اليوم هو موضوع مهم جدا، وهو عن الكلمة الطيبة وتأثيرها على الأطفال، وأيضا الكلمة السيئة وتأثيرها على الأطفال. فلن تصدقوا كيف تؤثر الكلمة الطيبة على الطفل وتؤثر على مستقبله، وأيضا الكلمة السيئة. فالعالم الياباني ماسارو ايموتو أجرى تجربة للدلالة على ذلك. ففي هذه التجربة سوف ترون فعلا كيف تؤثر الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة على دماغ الأطفال وعلى مستقبلهم. فنحن نؤثر على أطفالنا من الصغر ونؤثر على مستقبلهم، فالتعامل مع الأطفال مهم جدا لصقل شخصية الطفل وليكون لديه مستقبل أفضل. فسوف نشاهد الآن هذه التجربة التي أجراها هذا العالم الياباني. Dr. Emoto hat noch ein anderes interessantes Experiment durchgeführt. Er füllte Reis in drei Glasbecher und goss Wasser hinzu. Einen Monat lang sagte er jeden Tag zum einen Becher, vielen Dank. Zum zweiten, du bist ein Idiot. Und den dritten Becher ignorierte er einfach. Nach einem Monat begann der Reis, bei dem er sich bedankt hatte, zu fermentieren und gab ein starkes, aber angenehmes Aroma ab. Der Reis im zweiten Glasbecher hatte sich schwarz verfärbt. Der Reis, den Dr. Emoto ignoriert hatte, hatte zu schimmeln begonnen. Dr. Emoto ist der Meinung, dass wir aus diesem Experiment eine wichtige Lehre, vor allem für den Umgang mit unseren Kindern, ziehen können. Wir sollten uns um unsere Kinder kümmern und ihnen Aufmerksamkeit zuteilwerden lassen. Gleichgültigkeit richtet den allergrößten Schaden an. فالعالم الياباني ماسارو ايموتو اكتشف بأن الماء لديه ذاكرة، وأن الماء يتأثر بالطاقة السلبية والإيجابية. فعندما وضع الأرز في الماء وقال له شكرا. الآن طبعا يعني كلمة شكرا هي غير مهمة، المهم هو طريقة التعبير أو الطاقة التي تخرج مع هذه الكلمة. فعندما نقول شكرا فنخرج طاقة إيجابية، فالماء يأخذ هذه الطاقة الإيجابية، وثم كما شاهدتم بدأ الأرز بالتخمر وأخرج رائحة طيبة. بالوعاء الثاني ماذا قال؟ قال له أحمق. الآن يعني كلمة أحمق هي ليست مهمة، المهم الطاقة السلبية التي خرجت مع هذه الكلمة. فنحن عندما نسب فنكون في حالة غضب فنخرج طاقة سلبية، فهذه الطاقة هي التي أثرت على الماء، فلذلك أصبح أسود، يعني أصبح الأرز أسود. والوعاء الثالث فهو ماذا فعل؟ تجاهل هذا الوعاء تماما فتعفن، تعفن الأرز. فهكذا هو أيضا التعامل مع الأطفال، بالذات مع الأطفال الصغار في بداية العمر. فعندما نقول للطفل كلمة إيجابية، يعني نمدح الطفل، نقول له أشياء إيجابية جميلة، فهذا ينعكس إيجابيا على الطفل ويتطور ويصبح أكثر نجاحا. وإذا قلنا له كلمات سيئة، مثلا فاشل، أنت فاشل من الصغر، فهذا سوف يؤثر على الدماغ وسوف يؤثر عليه في المستقبل ويصبح فاشل، فيقتنع هو بأنه فاشل. وإذا لم نعر هذا الطفل أي انتباه،
يعني الطفل يريد منا شيء، يريد أن يتكلم، يتحدث، يعبر عن نفسه، ونحن لا نعير هذا الطفل انتباه، فماذا يحصل معه؟ فأيضا يؤثر هذا عليه سلبيا وعلى شخصيته في المستقبل. ف85% من الدماغ هو ماء، فلذلك عندما نتحدث مع الشخص فهذا الحديث وهذه الطاقة التي تخرج تؤثر على هذا الماء في الدماغ، وتؤثر عليه وعلى فكره في المستقبل وعلى شخصية هذا الشخص. يعني هي تبدأ من الصغر. فما هو السبب العلمي لتأثير الماء على الدماغ وبالتالي التأثير على شخصية الإنسان؟ فالعالم ماسارو إيموتو أجرى أيضا تجربة، فجاء بالماء وأسمعه قرآن، وثم صور جزيئات الماء تحت المجهر، فشاهد بأن الماء أصبح هكذا، يعني صورة الماء تحت المجهر أصبحت هكذا، وثم وضع ماء في الكنيسة وصور الماء تحت المجهر فكانت الصورة كالتالي. وأيضا أسمع الماء موسيقى كلاسيكية لموتسارت فكانت النتيجة كالتالي، وأيضا أسمع الماء موسيقى صاخبة فكانت الصورة تحت المجهر كالتالي. فجزيئات الماء تتأثر، فعندما نسمع مثلا القرآن فهنا تصبح الجزيئات منظمة، وهكذا تؤثر إيجابيا على الدماغ أو على الجسم. وعندما نسمع مثلا موسيقى صاخبة فلا تكون منظمة كما شاهدتم في الصورة، وهكذا تؤثر سلبيا على الدماغ وعلى الجسم. فالكلمة الطيبة مهمة جدا وبالذات للأطفال، فعاملوا أطفالكم بالحسنى، قولوا لهم كلمات جميلة، امدحوهم، شجعوهم، ولا تقللوا من شأنهم، فهكذا يعني نقوي شخصية الأطفال من الصغر ويكونوا في المستقبل أشخاص ناجحون، فهم أمانة في أعناقكم. والسلام عليكم ورحمة الله.